المهم الدراري اليوم خلعونا حيت من الميطه الاولى ما طرا والو، الميطه الثانيه بقينا تنتسناو الحمد لله حتى الاخر ديال الميطه الثانيه وتمارك البيت، وبيان سور هذه هي البدايه ومازال غادي تفرجوا ان شاء الله. هادشي اللي تنتسناو، حنا ما جيناش حتى لميسر على قبل باش نخسروا ولا شي حاجه، جينا باش نربحوا ان شاء الله. شوف دابا خصهم غير يامنوا بكره فهمتي، زعما المغاربه بزاف اللي تلاقينا معاهم جاو هنا باش يتفرجوا باش يشجعوا المغرب بحال ديما، وتمشيو تتبعوه فين ما مشى. دونك خصهم يفرحونا هذا العام وخصنا نربحوا. الوغ اليوم كان الصاد، الناس اللي تيتفرجوا في التلفازه خصكم تعرفوا بان الحال مزموط هنا، دونك اللعابه ما بانوش بان راه قادرين يجريو 100%. بون كان داكشي كشتو بعينيكم، كانوا بزاف الفرص ولكن اوغوزمون في الاخر حتى الاخر الدقيقه 90 تمارك هذاك البيت وخذينا ثلاثه النقاط اللي هما مهمين، حيت تيتسناونا واحد جوج ماتشات مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا، ونتمنى بينا دابا اللي ربحنا المباراه الاولى ندخلوا ونكونوا فهمتي الثقه في النفس ونربحوا المباراه الثانيه ونتاهلوا.